هتلعب مباريات مؤجله، فتحدي المؤجلات تحدي صعب مش جدا. سهل. اولى هذه المباريات يوم الجمعه امام فاركو، مباراه مؤجله من الاسبوع ال 11. شايف الماتش ده ازاي في ظل انه اول ماتش بعد عوده اللاعبين الدوليين اولا، ثانيا فاركو والظروف اللي بيمر بيها؟ طبعا الفريق فريق فاركو بيمر بظروف يعني بعيد عننا، لكن وده حال الدوري في مصر يعني، ترتيبه متاخر لكنه عنده طموح ان هو يحقق نتيجه ايجابيه طبعا طبيعي جدا طبعا، وخاصه ان هو يعني بيفنش دوري او في نهايه الدوري عشان عاوز يقعد والحاجات دي كلها، فطبيعي جدا استعداده هيكون على اعلى مستوى، ده فرق. انما انا من وجهه نظري النادي الاهلي في الفوارق بتاعتنا احنا، احنا الافضل، احنا الاحسن، احنا القدرات، احنا الخبرات، احنا اللعيبه اللي عارفه تخلص الماتش ازاي. صحيح، حاله واحده بس ممكن تخاف منها، عدم التوفيق. لكن هو الاستهتار وعدم التركيز وعدم الالتزام، لكن من وجهه نظري ان الماتش على الورق الاهلي الافضل والاحسن على الورق، وفي نفس الوقت يوم المباراه الملعب ملوش كبير، ملوش كبير، ملوش كبير خالص كره صح. القدم. هيعمل طبعا ايه يا كابتن برضو كولر في ظل بقول لك يعني عوده مجموعه اللاعبين الدوليين، انت عندك 11 12 لعيب غير اليو غير بيرسيتاو بعيدا عن اصابه معلول، هتعمل ايه يعني؟ هل هتلاعب اللاعبين اللي لسه جايين؟ هتلاعب اللعيبه اللي اتمرنت معاك؟ انت كمدير فني هتعمل ايه؟ هو طبعا خلطته بقى بالنسبه ل 11 لاعب مهمه جدا، هو كان بيعد مجموعه عن طريق الماتشات الوديه دي موجوده مع اللي موجود النهارده، عشان يبقى عندي سبعه او ثمانيه من ال 11، من الثمانيه او التسعه او ال 11 لعيب اللي كانوا موجود في المنتخب عشان ابتدي بيهم يا كابتن اسلام صعب جدا. ممكن اريح وادور، وعنده كان عنده ميزه كويسه جدا كولر ان هو كان بيدور كويس قوي، انه بينظم كويس قوي مين اللي ابتدي بيه نقعده ومين اللي ياخد، فدي حتته. هو خبره كبيره جدا، وفي نفس الوقت هو اللي هيقدر النهارده يعمل التوليفه الكويسه اللي اقدر اشتغل بيها واريح بيها اللعيبه، ودي مهمه جدا جدا جدا. احنا سخطنا مش في سبعه او ثمانيه او تسعه في منتخب مصر، احنا سخطنا في قائمه فيها 30 لاعب موجودين يا كابتن اسلام، وده مهم جدا. فاي لاعب في النادي الاهلي بفضل الله هيقوم وهيكسبك وهيبقى زي الفل، ده من وجهه نظري انا. وفي نفس الوقت انا اللعيبه دي لازم اريحها كويس قوي، مش اريحها باجازات، اريحها بلعب بتدوير بمجموعه من الدقائق وتنظيم، يبقى هو ده أيوة. هو ده طبعا الحته الفنيه بتاعته والحته الخبره بتاعته هي النقطه دي اللي انا بتكلم، هي دي اللي هتفرق معاه. مش احنا يعني من وجهه نظري ان هو مش ما لا فيش حاجه اسمها عشوائيه، هو في حاجه اسمها نظام، في حاجه اسمها تدوير، في حاجه اسمها مجموعه من الدقائق اللي انا اقدر ان شاء الله اخد بيها السير المباراه الفني اللي انا اكسب بيه واخرج بيه ببر الامان في ثلاث نقاط وسلامه لاعبين، واخد بالك؟ هو ده، لان انا مضغوط، ما عندي جمعه، عندي اثنين تقريبا، عندي كل ثلاثه مباراه، فطبيعي جدا ان هو ده كولر ان شاء الله شغله الشاغل في تدوير اللعيب، في انه يحافظ ان دعوته الدقايق ان اللاعب الدولي امتى رايح وامتى الاقي قوته. انا مطلوب مني من ال 30 لاعب اي 11 لاعب اشترك بيهم او اشتغل بيهم او ابدا بيهم مباراه ان الاقي قوه فنيه في كل الدقايق دي، حتته. صحيح، دي حتته يا كابتن اسلام. فاللي اقصده انه عنده خبرات وخد خبرات كبيره جدا وماشي بمستوى رائع، كولر ماشي بسياسه كويسه جدا. طبعا اللعيبه مساعده، الجمهور بيساعده، الاداره مساعداه، القدرات، النظام، المنظومه مساعداه بشكل كبير جدا. خلي بالك مش اي مدرب ينجح في النادي الاهلي، الناس بتنجح عشان منظومه النادي الاهلي ماشيه الى الامام، ماشيه بطرق سليمه، هو ده. فان شاء الله مطلوب منه جانب مهم جدا في خبرات في تدوير المباريات، تدوير المباريات واشتراك اللاعبين ومجموعه الدقائق عشان اقدر الاقي اللي انا عاوزه والاقي ثلاث نقاط ولو اداء فني يبسط الجمهور ويبسطنا بامر الله تعالى.